ابو حكيم بسألك سؤال بس عشان اتاكد انك شيعي. هل ابو حكيم اسمح لي اتاكد انك شيعي بس، ممكن انك مش راجل نصراني ولا راجل ملحد ولا راجل ديني وبتتكلم وخلاص. ايه هي الغوفيله؟ الحمد لله رب العالمين، انا مسلم شيعي. ايه هي الغوفيله؟ تسمعني؟ هي ايه هي الغوفيله بدون ما تبحث سريعا؟ ما هي الغوفيله؟ لا اعلم والله. والله انت لست بالشيعي ولا تعرف شان التشيع. قول يا راجل. السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حكيم معك دقيقة، قول اللي عندك. طيب لا مش دقيقة، أنت حاول تجاوب دون أن تقفل يا عم أنا مش الخط. هجاوب، أنا معك دقيقة، تفضل قول اللي عندك، أنا خلاص خدت اللي أنا عايزه منك وانتهى النقاش. لم تأخذ شيء. يا عم قول اللي عندك. أنت تتكلم عن تحريف القرآن، أم أيهما أولى بالاتباع، القرآن أم الإمام؟ يعني معلش، ما هو هو تحريف السؤال؟ القرآن ده مش من ضمن الحاجات اللي بتتبعها حضرتك؟ نعم. قلت القرآن الأول في الاتباع. أنا سألتك إيش حكم الذي يقول بتحريف يا سيدي. القرآن؟ قلت لي ده بحث آخر، وده اسمه بحث آخر؟ هو نعم نفس البحث بحث آخر. القرآن، احنا بنتكلم في القرآن والإيمان، ازاي طيب بحث آخر؟ عظيم. اسمع 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 قليلا، اسمع على الله أن يفتح بصيرتك إلى الحق. أبو حكيم بسألك سؤال بس عشان أتأكد إنك شيعي. هل أبو حكيم اسمح لي أتأكد إنك شيعي بس، ممكن؟ إنك مش راجل نصراني ولا راجل ملحد ولا راجل ديني وبتتكلم وخلاص. إيه هي الغوفيلة؟ الحمد لله رب العالمين، أنا مسلم شيعي. إيه هي الغوفيلة؟ تسمعني؟ هي ايه هي الغوفيله بدون ما تبحث سريعا؟ ما هي الغوفيله؟ لا أعلم والله. والله انت لست بالشيعي ولا تعرف شان التشيع. قول يا راجل، قول يا راجل. ده مش شيعي، ده ملحد عامل نفسه شيعي، لا ديني عامل نفسه شيعي، نصراني عامل نفسه شيعي. ما في شيعي ما يعرفش ما هي الغوفيله. الله المستعان. احسنت يا مصطفى، بقول لك انا شيعي وانا مسلم شيعي. نقطه، وده لا يفرق مع ادله. وقبل كده قال لك كلام الامام ليس ملزم ليا، فاكرين في حلقه من الحلقات؟ قال لك كلام الامام غير ملزم ليا. ما هو فيش فرق والله. انا اخونا سليمان العطوي انا اعلم ان ما فيش فرق بين الاثنين، تمام؟ ولكن انا ما عنديش استعداد. انا الحوار مفتوح، انا راجل اسمي باحث في الشان الشيعي، فكون كل كلامي مع من هم شيعه. لما اجي افتح لك حاجه اسمها والله انا بتكلم في كل حاجه، في النصرانيه وفي اللادينيه وفي الملاحده، ما انا كنا بنتكلم في الحاجات ده ايام الزيرو والكلام ده. بس انا راجل باحترم تخصصي، دايما بقول ان انا راجل بحترم تخصصي.